السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ أم البنات. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الصعب اللي كيجي زوين زوين بزاف ومذاقا وشكلا. كنتمنى أنه يعجبكم أنكم تجربوه. ولأول مرة كيشوف القناة تتابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو الصابلي كيجيو غزال بزاف وكنتمنى انكم تجربوه. نبداو على بركة الله. غنحتاج في المقادير هنا عندي مارغرين رابعة وعندي جوج كيسان سنيدة واحد ما عامرش. هنا كاس زيت وعندي رابعة ديال الكوك يكون مطحون وجوج ديال البيضات والدقيق على حسب الخليط. ناخد الزبدة وغادي نخدمها مزيان مع سكر سنيدة. السكر سنيدة يمكن لكم تنقصوا منه الى ما كسبوش الحلاوة بزاف ديروا كاس ونص. ومن الاحسن ان السكر سنيدة يكونوا حبيبات ديالو رقاق ما يكونوش غلاد. وإلا كان عندكم سكر سنيدة غليظ يمكن لكم تدوزوه في طحانة. صافي هنا زدت الزيت وغادي نخدم مزيان مزيان الزبدة حتى تولي عندنا على شكل طوماط. وزدت هنا البيض جوج بيضات. الزبدة خاصها تكون بدرجة حرارة المطبخ باش دغيا تخدم لينا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنخدمها بكف اليد يعني كيف ما كتشوف معايا الفيديو. صافي هنا خدمتها مزيان مزيان حتى ولات لي شكل بوماد. وزدت هنايا رابع ديال الكوك. وهاد الحلوى الصابلي ما نحتاجش فيه خمارات يعني ما درتش الخمارات فيه. صافي دابا غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه حتى غادي نحصل على عجينه تكون متماسكه ما تكونش تلصق في اليد. هنا ما عطيتكمش الكميه ديال الدقيق لان على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي هنايا غير نجمع العجين ما نعجنوهش ما ندلكوهش. صافي هنايا العجين راه جمعتو يعني تشوفوا معايا القوام ديالها كيف ما كتشوفوا معايا ما كتكونش تلصق في اليد. صافي غادي نشكلها على ثلاثه الكرات وضروري ما نغطيوها ببلاستيك غذائي باش ما تنشفش لنا العجين. صافي هنا شكلتها على ثلاثه كرات وغطيتها بالسلوفان. وخديت هنا الكره الاولى وخديت جوج بلاستيكات وحاولت انني نسرحها بهاد السمك كيف ما كتشوف معايا. صافي هنايا خديت هاد الفرشيطه بحال هاد الشكل هذا وكندير بحال ما هاد يعني كنشعككها كيف ما كسميتها الصابلي مشعكك كنزينها على الطريقه هذه كيف ما هو موضح في الفيديو. وتزيين كيبقى اختياري كيف ما كتشوفوا معايا يعني كتولي فحال شكل حبيبات فيها من الفوق. صافي انا عندي هاد المرشم على شكل قلب يمكن لكم تستعملوا اي مرشم عندكم يعني دائري او لا مربع او لا على شكل هلال. صافي غادي ندوزو في
دقيق على هذا الشكل كيف ما كتشوف معايا، وغادي نقطع. من الاحسن انكم تستعملوا هذا البلاستيك الغذائي كيف ما درت انايا باش ما تزيدوش الدقيق، وباش يساعدكم باللي تبغوا تهزوا الحلوى يعني تهزوها بكل سهوله. صافي انا غادي نصفها في لاطه اللي تكون مدهونه بالزيت اولا تكون فرشين فيها الورق الطهي. شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف. صافي هنايا استفتهم في اللاطه مقاربين مع بعضياتهم لان ما فيهاش الخميره الكيماويه، يعني ما غاديش يتزاد في الحجم ديالها، ما غاديش تنفخ وتلاصق. صافي انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا حتى نكمل جميع الكرات اللي عندي. اما بالنسبه للعجينه اللي شاطت ما نعجنوهاش، نديروا لها الطريقه هذه اللي شفتوا معايا في فيديو. صافي ونعاودوا نسرحوها. هاك تسرح معنا بكل سهوله. صافي هنا عاودت نفس الطريقه، خديت الفرشيطه وبديت كندير هذه الطريقه هذه باش يولوا لينا هذاك الشكل الحبيبات. يمكن لكم تزينوا باي طريقه بغيتوا. هاد الطريقه هذه كتكون راقيه في المنظر كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا دي الكره الثانيه. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل جميع الكرات اللي عندي. وهاد الحلوى كتخرج كميه اللي هي كميه كثيره، تقريبا خرجت ليا 125 حبه ديال الصابلي. هنا صافي ملي كملت التشكيل ديال الحلوى صفصف في اللاطه كيف ما كتشوف معايا، وعدي الفران يكون سخون مزيان. صافي غادي نحطها طيب غير من الفوق، يعني العافيه تكون من التحت وهي محطوطه من الفوق حتى تطيب، وتكون العافيه منقوصه مزيان يعني ما تكونش مجهده باش يطيب لينا الصابلي. والعافيه قلت لكم تكون غير من التحت باش ما يتحرقوش لينا هذوك الحبيبات اللي كاينين من الفوق. صافي دابا هنايا هو الصابلي عندي طاب كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي مذهب من التحت ومن الفوق كيبقى هكا شويه ابيض. صافي غادي نزينو انا بالشوكولاط ابيض وغادي نزينو بالورد البلدي على الطريقه هذه. صافي غادي نغطسو في الشوكولاط النص ديالو. صافي وغادي نحطو هكذا وغادي نزينو بالورد البلدي. من الاحسن انكم تستعملوا ورق الطهي باش ما يلصقش لكم الشوكولات لانه دغيا كيكرم ويلصق. صافي انا نزينو على الطريقه هذه كيف ما تشوفوا معايا.
يمكن لكم تزينوا بالطريقه اللي بغيتوا. تقدروا ديروا غير خطوط ديال الشوكولاط بالاسود والابيض. ولا حطيتو فوق الرخامه بحال هذا الشكل هذا، يعني ملي سميتو حركوه ما تخليوش وقت طويل باش ما يلصقش لكم على الرخامه. صافي انا غادي نكمل التزيين ديال الصابلي على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم هاد الصابلي كيخرج تقريبا واحد 125 حبه الا درتو بنفس السمك اللي درتو انا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين في المنظر. واما المذاق يا سلام كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا انه يعجبكم. شوفوا معايا كيجي مقرمش وكيجي بنين بنين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا انكم تردوا عليا في التعاليق. ولأول مرة كيشوف في القناة يتأبونا يفعل جرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. إلى فيديو قادم إن شاء الله.